ورحمة الله وبركاته. وحشتوني جدا جدا جدا. رجعت لكم النهاردة بفيديو جديد بأكلة جديدة. أكلتنا النهاردة هتكون إيه؟ أكلتنا النهاردة كفتة الحاتي من صنع إيديا وحياة عينيا. طبعا الأكل ده أنا اللي بعمله. بصوا بقى، أنا شايفة أن التفاعل في القناة ضعيف جدا والمشاهدات ضعيفة جدا. ليه؟ أنتوا ما بتحبونيش ولا إيه؟ لا، اتفضلوا بقى حبوني وتفضلوا بقى اشتركوا في القناة، يلا واعملوا لي مشاهدات كتير كتير كتير. ايه، اكلي مش بيعجبكم ولا ايه؟ يلا بقى نبتدي ناكل. بس قبل ما نبتدي، اللي اول مره يشوفني يجري بسرعه يشترك في القناه، واللي متابعني وشايفني احنا بنبتدي وبنقول ايه، ما تنساش الاشتراك في القناه واللايك والشير، وبنقول ايه، لايك 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 لايك. نبتدي بقى ونقول بسم الله. يلا تعالوا اتفضلوا معانا. بسم الله. انا هخلص الاكل ده كله لوحدي زي كل مره. يلا بسم الله. رز مفلفل وجميل. والكفته تجنن. الله 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 الله. والله لا ينفع تيجي تاكلوا معايا، لا تيجي تاكلوا معايا، بس انا اللي هاكل لكم. رايكم؟ انا هاكل الاكل ده كله بالنيابه عنكم، بس ادعموني واشتركوا في القناه. يلا بسرعه روحوا اشتركوا في القناه. يا اللي بتتفرجوا عليا ما بتشتركوش عندي ليه؟ يلا بقى اشتركوا عندي. الله. Thank you.
كنت صايمه النهارده وده فطاري. بما اني بقى كنت صايمه فاكيد بقى جعانه بقى، فهخلص كله 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 كله. بفكر افتح قناة للطبخ واوريكم بقى انا بطبخ بقى. الطبخ ده متعة زي ما الاكل متعة، وكرشنا ده لازم ندلعه، لازم ندلع كرشنا، احلى متعة الحياة الاكل. واللي يقول غير كده يبقى بيكذب. طعم ديكور على الطبق بس هاكلهم برضه. بلا ديكور بلا بطيخ.
قادره اخد نفسي. خلاص اتمنى الفيديو ينال اعجابكم، وما تنسينيش باللايك والشير والاشتراك في القناة، واهم حاجة زي ما احنا متعودين بنختم بيه الفيديو بتاعنا ايه هو؟ لايك 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 لايك. شاطرة. يلا اشوفكم في فيديو جديد واكلة جديدة. يلا اشوفكم على خير. باي باي، بحبكم في الله. باي باي.